أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. الهيئات: ميليشيات متنفذة تستولي على أراضي للمواطنين في بغداد. العرب اللندني: الحريري يراهن على سدر لإنقاذ لبنان من الانهيار. البصائر: إعمار المناطق المنكوبة عنوان الأحزاب لكسب المغانم. أما الزمان: واشنطن ننتظر إجراءات من مجلس الأمن بشأن هجمات أرامكو. المدى: مافيات تتلاعب بوثائق 50 إلى 100 عقار سنويا أغلبها في بغداد. القدس العربي: ترامب: فرضنا أقصى عقوبات في التاريخ على إيران وجاهزون دائما للخيار العسكري. العربي الجديد: تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، حيث نبدأ بصحيفة العرب اللندنية التي وجدنا فيها تقريرا كان في متنه: تحولت حملات لإزالة التجاوزات على ممتلكات الدولة والمجمعات السكنية العشوائية في 3 مدن عراقية بينها العاصمة بغداد إلى مادة للجدل السياسي شارك فيه كبار السياسة ورجال الدين قبيل انتخابات محلية تجري الربيع القادم، ويعتقد أنه سيكون لها دور في إعادة تشكيل ملامح الخارطة السياسية وفق التقرير. كشفت آخر إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط العراقية عن وجود 3700 مجمع سكني عشوائي في عموم محافظات العراق، وانتشرت منذ العام 2003 المجمعات السكنية المتجاوزة عشوائيا في مختلف مناطق العراق بسبب الأزمة في قطاع الإسكان وصعوبة الحصول على منزل أو شقة أو قطعة أرض لإقامة مسكن. ويقول متعاملون في سوق العقار إن أثمان المنازل والشقق في مركز العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية لا تختلف عن أثمان المنازل والشقق في لندن أو دبي على سبيل المثال. وبسبب الضعف الكبير في أجهزة الدولة وعجزها عن فرض القانون، امتدت حالات التجاوز لتشمل مواقع تجارية وحيوية ولم تعد تقتصر على السكن، بل دخلت من باب الاستثمار. وبعد صعود نجم قوات الحشد الشعبي سنة 2014 إثر اجتياح تنظيم داعش أجزاء واسعة من البلاد، استغلت فصائل وميليشيات مسلحة ضعف الأجهزة الأمنية وحولت مباني حكومية وساحات خضراء إلى مواقع عسكرية باعتبارها مقرات رسمية لها، ووزعت أجزاء منها كقطع أرض سكنية لأعضائها، وحولت أجزاء أخرى إلى مواقف للسيارات تؤجر شهرياً بمبالغ طائلة، أو أنشأت عليها معامل لتنقية المياه، كما باعت أجزاءً لتجار التجزئة ليبنوا عليها أسواقاً كبيرة خارج نطاق القوانين. وتقول مصادر في أمانة بغداد إن التفريق بين أعضاء في أحزاب وميليشيات متنفذة تجاوزوا على أراضٍ ومباني حكومية وسيطروا عليها واستثمروها، وبين فقراء اضطروا إلى التجاوز لأنهم لا يملكون سكناً هو أمر صعب للغاية. وتوضح المصادر أن بعض الأحزاب والميليشيات حولت دوائر حكومية كبيرة إلى مقرات لها مستفيدة من التغاضي عن التجاوز في الأحياء العشوائية الفقيرة. بعد مرور سنة عليها لم تنجح حكومة عادل عبد المهدي في العراق في مهمتها، ولا البرلمان نجح في ولادة معارضة سياسية حقيقية، ولا النظام السياسي برمته نجح في معالجة نفسه وإصلاح ما يعتبره من الخلل، ولا الشعب العراقي نجح في فرض إرادته في التغيير. الكاتب سيار الجميل يقول في صحيفة العرب الجديد: لا معارضة عراقية حقيقية. مرت 17 سنة على سقوط النظام السابق، ومع مرور التجارب الصعبة في ظل الاحتلال وانطلاق دستور كسيح دائم للبلاد، ومن ثم تشكيل حكومات عراقية هزيلة
ولكن لم تنبثق حتى اليوم أي معارضة سياسية حقيقية في داخل النظام الحاكم، علما أنه يتشدق دوما بالديمقراطية والبرلمانية والشفافية. وباستثناء المعارضة الحقيقية للنظام السياسي برمته من خارجه، فإن المعارضة الحقيقية غائبة تماما عن الميدان، والنظام لا يتقبل أي معارضة لا سرية ولا علنية، لا بتظاهرات ولا بصحف معارضة ولا برأي عام مخالف، فثمة مقدسات وخطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها، وهي حارقة ومدمرة في حالة تخطيها أو تجاوزها. وقد اختزلت عند بعضهم باختلاف رأي عن أي رأي سياسي سائد أو متغير، وفي هذا التوصيف سذاجة، ولكن ربما تغيرت مفاهيم المعارضة اليوم في كل الأنظمة السياسية، وهناك تجارب لا تحصى يتصف بعضها بسمات وركائز محددة، منها ما يختص كل بلد بأساليب المعارضة فيه. ففي البلدان الديمقراطية المستقرة والعريقة بتجاربها البرلمانية يمكن التحقق من المعارضات الحقيقية فيها، وفي بلدان تتحكم فيها عقائد وأيديولوجيات متنافرة من الصعب وجود معارضة سلمية فيها، إذ تجنح إلى معارضة الأنظمة برمتها، وقد تقود إلى حمل السلاح وسلاسل من التمردات. وعليه فالمعارضة البرلمانية هي من أشكال المعارضة السياسية لحكومة أو إدارة معينة بدلا من الدولة، سيما في النظام البرلماني القائم لدى أمم متعددة. يضيف الكاتب: لا يمكن إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأن ذلك سيحول أو سيحول دون تطور ديمقراطية سليمة في العراق، ولا يمكن أن تكون موافقا ومعارضا في آن واحد، كأن تبقي إحدى قدميك في الحكومة والأخرى في المعارضة، وهذا ما استخدمته الكتل السياسية لتحقيق مآرب أو مكاسب على حساب العملية السياسية الهزيلة. يدور العراق اليوم وسط عدة دوامات داخلية معقدة وإقليمية مركبة لا يمكن لحكومة بغداد تجاهلها، وبالذات دوامة الصراع المتنامي بين بعض دول المنطقة وإيران عبر أجنحتها العسكرية والسياسية في سوريا واليمن والعراق ولبنان. الكاتب جاسم الشمري في مقال له نشر على موقع عربي 21 يقول إن بعض دول المنطقة ومنها العراق غارقة في فوضى لا حدود لها. التحدي الأكبر أمام الحكومة والبرلمان يتمثل بجملة ملفات حساسة ودقيقة، من أهمها ملف حصر السلاح بيد الدولة. وقد أكد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الثلاثاء الماضي بأن حكومته تعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. تصريحات عبد المهدي جاءت بعد اتهامات غير مباشرة لبعض الميليشيات في العراق، حيث أفادت بعض التقارير باحتمالية أن يكون الهجوم الذي استهدف أرامكو السعودية انطلق من الأراضي العراقية. جميع هذه التصريحات الحكومية لا يمكن تأكيدها أو نفيها إلا بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بهجوم أرامكو، وبالذات مع تأكيد السعودية الخميس الماضي بأن الهجمات جاءت من الشمال، في إشارة واضحة إلى العراق وإيران. ومن التحديات الأخرى والتي لم تحسم وما زالت تسبب قلقاً كبيراً لآلاف العوائل ملف المغيبين، وحتى الآن لا أحد يعرف أعدادهم الدقيقة وما مصيرهم وما الجهة المسؤولة عن تغييبهم. وفي المقابل لا يمكن تجاهل إشكالية الجثث المجهولة التي عاودت الظهور مجدداً، وذكرنا بسنوات الفوضى بعد العام 2005. ويوم الأربعاء الماضي أكد عضو مجلس محافظة كربلاء نافع داود أنه تم دفن 40 جثة مجهولة الهوية في مقبرة وادي السلام. ويختتم الكاتب قائلا: أعتقد أن الدولة التي لا تؤسس على المراقبة لأداء الحكومة هي دولة ميتة سريريا، وأن الإصلاح والعلاج الجذري لكل هذه التحديات يمر عبر برلمان مستقل وليس عبر أداء سياسي مختل ومشلول أو عبر البورصات البرلمانية. تصاعدت معدلات التلاعب والتزوير بوثائق وسجلات عقارات تابعة لمواطنين يسكنون العاصمة بغداد بنحو مضطرد في السنوات الثلاث الأخيرة،
صحيفة المدى نشرت تقريرا مفصلا حول هذا التلاعب، نستمع إلى جزء منه. قبل أيام استمع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى تقرير اللجنة المشكلة بخصوص حالات التزوير، ودعا إلى وضع أولوية قصوى لعمل اللجنة والحفاظ على حقوق المواطنين واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتلاعبين ومن يثبت تورطهم. وتقف وراء عمليات التزوير والاستيلاء على عقارات هؤلاء المواطنين عصابات منظمة لديها القدرة على استخدام نفوذها الحكومي والعسكري في تهديد وابتزاز أصحاب العقارات لإجبارهم على مغادرة العراق ومن ثم التلاعب بأوراق عقاراتهم. وأصدرت الجهات القضائية أوامر متعددة خلال السنوات الماضية تمكنت بموجبها من إعادة العديد من العقارات إلى أصحابها الشرعيين، إلا أن آلاف العقارات الأخرى ما زال أمرها غير محسوم. وحالات التزوير تكون من خلال التلاعب بقيود العقارات ونقلها إلى أشخاص آخرين عن طريق التزوير، والذي غالبا ما يكون عن طريق استخدام هويات الأحوال المدنية ووكالات مزورة بحوزة أشخاص ينتحلون تلك الشخصيات ويتواجدون أمام مديرية التسجيل العقاري. ويقوم هؤلاء المزورون ببيع تلك العقارات مستغلين سفر أصحاب العقارات، فيما يلجأ المالك الأصلي فيما بعد لإعادة عقاره عن طريق المحاكم أو عن طريق طلب يقدم إلى وزير العدل لإبطاله. وتضيف الصحيفة في تقريرها أن عدد العقارات التي تم التلاعب وتزوير وثائقها من قبل مجرمين تصل إلى الآلاف. أما عن الجهات التي تقف وراء عمليات التزوير والتلاعب والاستيلاء على أملاك المواطنين وإجبارهم على مغادرة العراق، يجيب المفتش العام أنها تنفذ من قبل أناس أو مجموعات لديها القدرة على استخدام القوى الحكومية أو العسكرية. يمكن القول إن الجنود الأمريكيين كانوا يستمتعون بتعذيب العراقيين، فقد نشر الصحيفة الغارديان البريطانية تقريراً عن أخلاقيات التصوير في نقل معاناة الآخرين وما يطلق عليه بعدوان الكاميرا، والذي تحدثت عنه الناقدة الأمريكية سوزان سونتاج قبل وفاتها، وكتبت عن جريمة انتشار صور معتقلي أبو غريب وعدم مراعاة مشاعرهم، فيما سلطت الضوء على الأسباب التي اختلقها البنتاغون لغزو العراق. ألترا عراق ترجم هذا التقرير عن الصحيفة البريطانية. شكلت الناقدة الأمريكية سوزان سونتاج فهمنا لمكانة الكاميرا في الثقافة، والتي وصلت شحذها في الأيام الأخيرة قبل موتها بعد الغزو الأمريكي للعراق. الجنود الأمريكيون الذين ظهروا وهم يعذبون السجناء من العراق عن طريق ربطهم بسلاسل على الجدران، يمكن القول إنهم كانوا يستمتعون بتعذيب العراقيين في عام 2004. بدأت الناقدة سوزان سونتاج تكشف الصور المرعبة التي ظهرت من سجن أبو غريب في العراق. أظهرت الصور الجنود الأمريكيين وهم يعذبون السجناء من العراق عن طريق ربطهم بالسلاسل على الجدران وإجبارهم على الظهور في مواقف مهينة عن طريق تعريتهم. ويمكن القول إن الجنود الأمريكيين كانوا يستمتعون بتعذيب العراقيين. تشير التقديرات إلى وفاة أكثر من مليون عراقي في هذه الحرب. وحاول العديد من المسؤولين تغيير الحقائق، حيث كتب الرئيس بوش أن الخبر صدمه وشعر بالاشمئزاز من الصور. كما كتبت سونتاج: كما لو أن الخطأ أو الرعب يكمن في الصور فقط وليس في الانتهاكات نفسها. جعلت الكاميرا جميع الأحداث حقيقية غير قابلة للتضليل بين الصورة والواقع، وهكذا كان لابد من جعل الصورة سلاحا إيجابيا. وكتب سوزان: الصور لن تختفي، هذه هي طبيعة العالم الرقمي الذي نعيش فيه. في السابق كانت هناك كلمات فقط من السهل التستر عليها، والآن في العصر الرقمي اللانهائي أسهل بكثير ألا ننسى. تشير الوقائع على الأرض أن السلطة الوطنية الفلسطينية باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة تغيير نهجها وأسلوب تعاملها مع دولة الاحتلال
والانتقال إلى حالة من التصعيد السياسي والدبلوماسي والشعبي ومواجهة سياسات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة والقائمة على المراوغة وكسب الوقت لفرض وقائع تهويدية زاحفة جديدة عن المواجهة المقبلة مع الاحتلال الصهيوني، كتب علي بدوان في صحيفة الوطن العمانية. المزاج العام في فلسطين يصرخ بأعلى الصوت ويطالب بالتعجيل والإسراع والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بكل الاتفاقيات التي أبرمت مع الاحتلال دون مواربة ودون لف ودوران وإعلان موت اتفاقية أوسلو وتبعاتها وملحقاتها وما يتعلق بكل ملفاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والعودة إلى خيارات الشعب الفلسطيني ومطالبه الصريحة والواضحة في التصدي للاحتلال بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة في ظل ما يعلن اليوم عن ما يسمى بصفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. القرار جاء لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لم يعد في مقدورها أن تكون بلا سلطة وهي أمام تحديات جسيمة تتعرض لها وآخرها الهدم في مناطق خليف جنوب القدس في سور باهر وحي وادي الحمص وقبله احتجاز أموال المقاصة التي تعود للجانب الفلسطيني لقاء ضرائب المجبات عن البضائع المتدفقة باتجاه مختلف مناطق الضفة الغربية والأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ما أثر سلبا بقطاع مجتمعي واسع يتمثل بموظفي الحكومة في عموم المناطق المحتلة عام 1967 وقطاع غزة. يضيف الكاتب: نعم، لم يعد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ما بإمكانها التنازل عنه، حقيقة تتردد كل يوم وتصرح بها قيادات السلطة الوطنية الفلسطينية وعموم القوى والفصائل في رام الله وعموم فلسطين والشتات منذ أن بدأت علائم صفقة القرن الأمريكية المسمومة بالظهور. من سيدني وصولا إلى سيول، أعطت منطقة آسيا المحيط الهادئ إشارة الانطلاق ليوم فرايداي فور فيوتشر الهادف إلى تصعيد الضغط على صانعي القرار لكي يتخذوا إجراءات جذرية من أجل المناخ. فقد تظاهر مئات الآلاف من الشبان الجمعة بمختلف أنحاء العالم في أكبر تعبئة تنظم حتى الآن للدعوة من أجل التحرك لمواجهة الكوارث المناخية، وانضم هؤلاء الشباب إلى الحركة التي أطلقتها في صيف 2018 الشابة السويدية غريتا تومبرغ، وقاطعوا الدروس في يوم الإضراب العالمي من أجل المناخ في تحرك رمزي سيبلغ ذروته بتظاهرة ضخمة في نيويورك حيث تعقد يوم الاثنين قمة دولية حول المناخ. ومن سيدني وصولا إلى سيول مرورا بمانيلا أو بومباي وبالي وطوكيو، أعطت منطقة آسيا المحيط الهادئ إشارة الانطلاق ليوم فرايداي فور فيوتشر الهادف لزيادة الضغط على صانعي القرار السياسيين في العالم والشركات كي يتخذوا إجراءات من أجل ضبط ارتفاع حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية. كشفت هواوي رسميا عن هاتفها الرائد الجديد مايت 30 برو، وطرح هذا الهاتف أو طرح هذا الهاتف يثير الاهتمام ليس فقط لأنه يأتي من ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم بعد شركة سامسونج، ولكن لأنه أول إطلاق ضخم لهواوي بعد الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنع الشركات الأمريكية من التعامد مع هواوي. ونتيجة لذلك فإن هواوي مايت برو 330 هو هاتف أندرويد لكنه لا يتضمن تطبيقات جوجل، كما أن الشركة ليس مسموح لها باستخدام كلمة أندرويد التي تعد علامة تجارية مسجلة لجوجل. فبعد نهاية عرض مطول لهذا الهاتف أقر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو بأن الهاتف لا يأتي بتطبيقات أو خدمات جوجل،
وإنما سيأتي بدل ذلك بخدمات هواوي المتنقلة. والسؤالان الأكثر أهمية الآن هما: هل يريد أي شخص شراء هاتف من دون متجر تطبيقات جوجل بلاي أو بريد جيميل أو خرائط جوجل أو يوتيوب؟ وكم عدد التطبيقات التي ستتوقف عن العمل من دون خدمات جوجل بلاي؟ ننتقل إلى بعض صور الكاريكاتور التي انتقلناها لكم من صحف اليوم. صدى الأقلام انتهى. مشاهدينا الكرام، تقبلوا منا طيب التحيات وإلى اللقاء.